الاستغفار تستجلب به الخيرات. قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك من بركات الاستغفار وثماره. فالآيات في أكثر من موضع ذكرت ورتبت على الاستغفار أجور وثواب. هذا منها في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وذكر بعد ذلك جملة من العوائد والفوائد التي يجنيها الإنسان بالاستغفار.